همزة الوصل في الأسماء. من الأسماء التي ألفها وصل ابن وابنة، ابنان وابنتان، امرؤ وامرأة، اثنان واثنتان، واسم. بدأ مسافر رسالته بسم الله، ثم أخذ يوصي امرأته وابنيه وابنتيه قائلا: أحبتي، استعينوا بالله واسعدوا بما آتاكم من فضله، واستثمروا أوقات فراغكم بالقراءة النافعة، وإنني امرؤ أقدر كل ابن مخلص لوطنه، وكل ابنة وفية لوطنها، والسبيل لذلك اثنان: العلم والعمل، والجائزتان اثنتان: رضا الله ورضا الوالدين. نلاحظ في الفقرة السابقة أن كل كلمة ملونة باللون الأحمر همزتها وصل.